وخلال المؤتمر أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة اهتمام وزارة الأوقاف بتمكين المرأة وزيادة الاستعانة بها في المناصب القيادية بالوزارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أعلن وزير الأوقاف عن مشاركة الواعظات بالمؤتمر وظهورهن لأول مرة بزي موحد وسطي لتمييزهن. منذ أن أعلن سيادة الرئيس عام 2017 عاما للمرأة، وأعلنت الدولة المصرية استراتيجية تمكين المرأة 2030، أخذت كل مؤسسات الدولة ومعها وزارة الأوقاف قضية المرأة بغاية الاهتمام، فبلغت القيادات النسائية في وزارة تعنى بالشأن الديني هي وزارة الأوقاف 13 قيادة نسائية ما بين وكيلة وزارة ومدير عام. والآن نهتم اهتماما بالغا بقضية الواعظات، وبهذه المناسبة يحضر معنا الواعظات اليوم لأول مرة، كما خصصنا زيا للأئمة والعلماء يميزهم فلا يختلط بهم الدخلاء ولا غير المصرح لهم بالدعوة. فأطلب من الواعظات نصف دقيقة يتفضلن بالوقوف، لأنهن لأول مرة يحضرن بزي الواعظات.